الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية سجلت 41 إصابة جديدة بداء كوفيد، من ضمنها 38 من بين المخالطين، 0 حالة مجتمعية و3 حالات مستوردة. بالنسبة لحالات الشفاء الحمد لله بلغت خلال 24 ساعة الماضية 120 حالة شفاء جديدة، وكذلك لم نسجل أي حالة وفاة الحمد لله. إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 6249، من ضمنها 5922 من بين المخالطين، 148 حالة مجتمعية و 179 حالة مستوردة. يبلغ إجمالي على حالات الشفاء منذ بداية الوباء 4683، فيما يبلغ للأسف إجمالي الوفيات 156. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته. بالنسبة للحالات النشطة اليوم تبلغ 1410 حالة نشطة على مستوى التراب الوطني، من ضمنها 1376 بدون أعراض، 31 بأعراض خفيفة، و3 حالات حرجة.